أعزائنا المشاهدين في كل مكان، ورجعنا لكم تاني في حلقة جديدة من معلومات همك. برضو النهاردة هنتكلم عن الأسنان، هنكمل حلقتنا اللي فاتت. ناس كتيرة جدا عندها مشاكل أسنان، أما عايزة تخليها حلوة قوي قوي يا إما عايزة تعالجها. تعالوا النهاردة نتكلم عن الترند اللي نازل دلوقتي اللي هو ابتسامة هوليوود. معانا النهارده منور الاستوديو دكتور دان شاعر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا ومشرفنا. شكرا. اهلا فيك. اهلا بيك يا دكتور. يا دكتور، النهارده عايزين نتكلم عن ابتسامه هوليوود. ابتسامه هوليوود دلوقتي كل واحد، كل الناس عايزه تعملها. هل بتمشي مع كل الناس ولا ناس معينه وناس لا؟ معظم الناس good candidate للهوليوود سمايل. هوليوود سمايل هو الفينير البورسلين، قشرة البورسلين تتلزق على وجه السن لتحسن اللون والشكل، تسكر أي فراغات وتجمل الابتسامة كشكل عام. موضوع الفينير ده موضوع كبير جدا، يعني لألوانه لأشكاله على حسب الوش، في وش مدور في وش طويل، فكل حاجة لها يعني الستايل بتاعها. طب عايز أعرف إيه الفرق بين الفينير واللومينير؟ اللومينير قشرة رقيقة أقل من 1 ملي، يعني نص ملي أو ربع ملي حتى، قشرة زي عدسة العين تتركب على السن بدون أي حف أو حف شيء بسيط. الفينير أسمك شوي وتصنع من بورسلين، في حف بيضطر الحكيم يحف شوي أكثر من السن حتى يتلزق الفينير بشكل طبيعي وما يكون شكله سميك أو ضخم. يعني نقدر نقول إن الفينير عمره أطول وأقوى من اللومينير. مظبوط، لأنه أسمك شوي وصناعته بطريقة بالمختبر كمان بضاين أكتر وأضمن. عمر الفينير قد إيه؟ يعني مثلا لو أنا حبيت أن أنا أعمل فينير في بقي، هل مثلا أستنى يعني عمره مثلا قد إيه؟ 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة؟ مفروض الفينير يضاين 10 سنين أو 15 سنة، خاصة مع تكنولوجيا اللي تطورت اليوم بالتلزيق وبالماتيريالز اللي بتستعمل الفينير، بتضاين 10 سنين أو 15 سنة حتى 20 سنة حسب كل واحد كيف بيهتم فيهم وما بيهمل طريقة استخدامهم. إزاي بنقدر نهتم بيه علشان حتى لو فكرنا إن إحنا نقدر نعمله نقدر نكيب ات يعني بيرفكت ذا سيم ات از؟ يعني لازم اكيد مثل ما تنظفي او تهتم باسنانك الطبيعيه، تفريش، تستخدم الخيط، ما تفتحي اشياء باسنانك مثل البلاستيك والاكياس واشياء وما تستخدمين غير الاكل. واكيد نحن كحكم اسنان بنقول ما تكسروا تلج او تعلقوا على التلج، يعني وعلى ما نقدرش ناكل حاجه زي كتير قاسية. زي الحاجات الهارد اللي هي مثلا ناتس، الريبس بيبقى فيها ليرو بون كده بنحب ان نكون. أيوة. مش عارفه ايه. اوكي. طيب هل دي بتبقى في يعني ديفرنت شيب؟ مثلا بتبقى في سكوير، في راوند، يعني ازاي الناس بتختار الشكل الاحسن لوشها؟ كل شخص له ستايل بيمشي مع وجهه، مع شفافه، مع التفاصيل الوجه كشكل عام، وكل ست فينير سبيشال كاستم ميد لهذا الوجه هذا التم. يعني ما في ابتسامتين مثل بعض ايدنتيكال، كل واحد بينعمل الفينير يمشي مع وجهه مع ابتسامته ولا يحسن اي مشاكل فيه بابتسامته الطبيعيه. طيب بالنسبة مثلا دي طبعا يعني نوع تاني من تبييض الأسنان، يعني غير اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، اتكلمنا عن اللي هو الوايتنينج أو الوايتنينج ستريب.
طيب دي حاجة دي permanent يعني بتبقى في الأسنان على طول. الفرق بين التبييض الأسنان الأولاني اللي هو زوم probably بتقعد مثلا at least 5-6 شهور بس لما بنيجي نشرب قهوة السنان بترجع تاني dark أو بتغمق شوية. هل الفينير لما بنشرب قهوة، في ناس بتشرب سجاير، في ناس بتاكل شوكولاتة كتير، كل الحاجات الكالرفول، هل دي بتأثر على المادة اللي بنعمل منها الفينير ولا؟ الفينير البورسلين فينير ما بيتغير لونه، أي شيء غامق بينشرب أو بيتاكل في بالتفريش أو بالبولش ينشال عن السن وبيرجع الفينير شكله طبيعي مثل ما تصنع يعني، فما بيغمق ما بيمتص اللون والفينير وبيبقى اللون دايم. هل ممكن مثلا لو اكلنا حاجه فيري فيري هارد ممكن في تشانس ان هو يتكسر؟ اكيد، لانه عدسه رقيقه بتحكي 1 مليمتر في احتمال ينكسر الفينير او ينشا إذا تأكل شيء كتير قاسي، فأفضل أكيد ما يعني نأفويد ونخلي بالنا أنها هي أوكي. طب لو حصل إن الفينير واحدة من الفينير اتكسرت، هل في تشانس إن إحنا نقدر نصلحها تاني ولا هي بتبقى بس تنكسر الفينير مفروض يتغير بيتصنع بالمختبر بتبقى اوكي. طيب هل مثلا يعني عايزه اعرف البروسيس اللي بنقدر نعمل منها الفينير، يعني هل مثلا بتبقى ازاي انا قررت ان انا هروح عند الدكتور عايزه اعمل فينير، ايه البروسيس اللي الدكتور بياخدنا منها، هل مثلا وبتقعد قد ايه البروسيس كلها علشان من A to Z؟ اول موعد اكيد هو الكونسلتيشن، الحكيم بيدرس الأشعة الابتسامة بيصور المريض وبيتكلم مع المريض يشوف شو هو النتيجة اللي بيحتاجه. من بعد أول موعد فرجيك يلا فيديو ادينا لو في صور او حاجه ممكن نوريها لكل المشاهدين بحيث ان هم يعني ياخدوا فكره ازاي بتبقى يعني بيحصل بروسيس في الفينير. بنقدر مثلا بتاخدها قد ايه يا دكتور الاول، يعني اول ما بروح عند الدكتور بتاخد مثلا شهر شهرين ولا النظام ايه؟ ستارت تو فينيش لازم ياخد ماكسيموم اسبوعين. اوكي، أول موعد في شوية حف وفي temporaries وفي smile design وبهالأسبوعين المريض بيكون لابس temporaries وبعد أسبوعين كل الفينيرز بيتركبوا على السنان الدائمة. أوكي طيب خلينا نشوف على الشاشة كل المشاهدين يشوفوا الفرق before and after. واو دي الأسنان دي from before. yeah. ودايما بتاخد صور from before and after. أكيد. yeah. ده إيه اللي بنحطه يا دكتور؟ الإمبريشن. بياخد مقاس الأسنان بينبعت على المختبر. اللي هو اللاب اللي هو المعمل بياخد بيصنع البورسلين، هذا تركيب الفينير بالسمنت الدايم. ويا ترى السمنت ده بيكون فعلا يعني حلو قوي لدرجة انه يعني بيقعد السنين دي كلها بيقعد ومفروض اكيد يتلزق بطريقة بيحمي السن وبداين العمر كله لحتى عمر الفينير كله لحتى قد ايه يعني صورة جميلة جدا. 10 سنة واو تتغير. yeah. الفينير from before and after. لا جميلة الحقيقة. هل دي بتبقى بما انها كوزماتيك هل انشورنس بيقدر يغطي حاجة منها ولا عادة؟ لا هيدا إلكتيف كوزماتيك بروسيجر والانشورنس عادة ما بيغطي اي شيء فينير، هيدا از اوبشنال اوت اوف باكيت. اوكي بتتكلف ما بين كام لكام اراوند يعني
هلا ابتسامة الهوليوود، عنا الابتسامة عادة 10 أسنان من فوق و10 أسنان من تحت، يعني 20 سن. ازاي بتحسبها 20 سن؟ اللي هل كل واحد يعني مثلا في اسنان بيبقى في بق صغير، في بق كبير شويه واسع، يعني واسع شويه، او السمايل ذا واي وي سمايل، كل واحد ديفرنت. هل مثلا انت بتغطي السنه ولا يعني بتشتغل ازاي؟ حسب الريزلت. هلا اذا في مثلا فراغ واحد بالنص مش بحاجة يعمل اسنان كلها مثلا، اذا المريض بده يعمل شيء very natural بس يسكر فراغ او يطول اسنان شوي او يلبي الالوان اذا الالوان مختلفة. بس عادة الابتسامة لما واحد يبتسم بتغطي 10 أسنان من فوق 10 من تحت، هو حتى ما يكون في اي خلاف بالالوان الاسنان الطبيعية والفينير حتى ما يبين. اوكي طيب، دي حاجة كويسة جدا. قلنا عمر الفينير تقريبا من 10 ل 15 سنة. في بعض الأسنان بيكون عندها يعني مسافة بين السنة والتانية، هل في الحالة دي نقدر نعمل فينير برضو ولا لازم تكون الأسنان كلها جنب بعض؟ لا، أي فراغات فيهم يتسكروا، أي ازدحام كمان بيتعالج، بيصير بينصفوا بطريقة ما في crowding، ما في overlap، بدون تقويم. وفي حالات لما يكون في مساحات أو فتحات عريضة كتير، التقويم هو الطريقة المفضلة حتى تقرب السنان على بعض، هتطلع result very natural and proportional. يعني في بعض الأسنان بتكون كراودي شوية، فالحل إن احنا مثلا لو البيشنت ديسايدد إن هو يعمل فينير بس عنده أسنان، بعض الأسنان بتكون يعني جاية على بعض شوية، فلازم التقويم الأول وبعد كده بيدخل على المرحلة التانية اللي هو بيعمل فينير. عندي هون على الصورة ده بالظبط، هذا بالظبط، هذا فراغ بين السنان كبير صراحة، كبير وعريض يعني. إذا سكرنا الفراغ السنان الأماميات بيكون كتير أعراض، مش شكل حلو. يعني ده هو مش فراغ بس، ده حتى السنة اللي بعدها بعد في التقوي سنة تسكر الفراغ ونفتح فراغات تانية حتى يكون في proportion، وبعدين الفينير بيتركب فوق الأسنان بطريقة طبيعية proportional. طب حلو قوي. طب ولو عملنا اللومينير برضو بيبقى نفس البروسيس، نفس التمن، نفس كل حاجة، هي تقريبا يس. اوكي طيب، طبعا كتير مننا لما بيروح يعمل تشيك اب وبيعمل اكس راي بيلقى في كافيتي في اسنانه، بيبقى في طبعا الناس مش بتفهم، يعني بيروح عند الدكتور مش بتفهم كتير يعني ايه السيرفيس عندهم في السنان. سيرفيس يعني كم سيرفيس في السنة؟ خمس سيرفيسز. وفي تسوس او بين الاسنان او على سطح السن او من داخل الاسنان من الجناب. بيكون في الكافيتي التسوس بيكون في قليل شويه وبيكون في تسوس كبير قوي. من هنا الدكتور بيقدر يقول انت المفروض بتعمل فيلينج او حشو، او مثلا بتحتاج لكراون، بتحتاج لروت كانال. لو خلينا نتكلم الاول على الفيلينج، ايه انواع الفيلينج وايه احسن حاجه انت ريكومندد اليوم؟ الفيلينج اكيد الحشوة البيضاء، مش الحديد الامالجم الاسود اللي كانوا يستخدموه ايام زمان. انضف شيء واحسن شيء هو الكومبوزيت فيلينج الابيض، وبيتلزع السن بعد تنظيف التسوس. في مثلا اذا التسوس انتشر على السن بطريقه وصل للعصب او دخل على السن من داخله يعني بطريقه اكستنسيف، بعدين في بيصير بيحتاج السن لعلاجات تانية مثل سحب العصب، روت كانال او كراون، تلبيسه. هو أقوى وأحسن من الحشوة خاصة إذا انتشر التسوس وضعف السن.
أنا سمعت إن يعني دكتور أسنان بيقول إن في اللي هو الفيلينج اللي هو اسمه أمالجام ده مش بيكون ده على قد ما هو بيقعد وقت أطول قوي بس مش حلو للجسم ليه؟ هو الأمالجام فيه ميركوري وهذا ميركوري شيء مش صحي للجسم خاصة إذا دخل على الجسم فأفضل ينشال ويتنظف أي حشوات قديمة الأمالجم ويتحشى بحشوة الكمبوزيت اللي حكينا فيه أنظف وأحسن. الكمبوزيت ده عبارة عن زي بلاستيك ريزين. أوكي بيكون في ألوان يعني في مش هقول ألوان بس بيكون في شيدز يعني بيكون في ناس أسنانها شوية دارك في ناس أسنانها يعني بيضة قوي هل في يعني في شيء في 20 شيد معقولة وفي شيدز افتح واغمى واشياء وفي لكل سن لكل لون الاسنان الموجوده في له شيد حشوه حتى يمشي مع اسنان السن ما يبين انه في حشوه موجوده. اوكي طيب انا عايزه اسال سؤال مهم جدا. في ناس بيبقى عندها يعني الليرو تساوس بيبقى صغير قوي بيقول لك لا خلاص مش دلوقتي يعني لا خلينا شويه يعني هو مش السنه مش وجعاني. هل التسوس ده بيكبر ولا بيفضل زي ما هو كده يعني بنفس حجمه؟ التسوس الصغير اذا بعده بالانامل الطبقه الفوقاني هذا بالتنظيف الثورو المضبوط بينوقف ما بينتشر بس لما يدخل التسوس على قلب السن بينتشر بسرعة عشان هيك أفضل لما ينشاف هذا على الأشعة ما ينطر مدة طويلة يعني ما ينطر 6 أشهر أو سنة عشان هذا التسوس بينتشر بسرعة بيوصل للعصب يصير بده علاجات مثل سحب العصب وإشياء تانية أصعب وأغلى طبعا. عايزة أعرف إيه الفرق بين يعني في بيبقى يكون في تسوس كبير شوية ليه الدكتور بيقرر إن هو يعمل كراون او اللي هي التلبيسه زي ما بيقولوا وفي تسوس بيكون نفس الحجم والدكتور بيقرر ان يعمل روت كانال او حشو العصب. ايه الفرق بين الاثنين يعني على اي اساس الدكتور بيقرر ان ده بنقدر نعمل كراون او اذا التسوس وصل للعصب وصار في الم او التهاب او اي مشاكل بالعصب لازم ينسحب العصب بطريقة روت كانال. بعد الروت كانال بينحمى السن بتلبيسة. إذا التسوس منتشر بس مش واصل للعصب مش متأثر على العصب بيتلبس أو بيتحشى السن بفيلينج أو كراون بلا سحب العصب طالما العصب ما تأثر من السوس. هل سحب العصب ده بيأثر على المرأة الحامل؟ سحب العصب نفسه ما بيأثر على الحمل وإذا مثلا المرأة حاملة وعندها التهاب بالسن ومضطر تنسحب عصب سنها لازم حتى ما ينتشر الالتهاب على الجسم لازم ينسحب العصب السن وتتعالج بالأنتيبيوتكس. اوكي الانتيبيوتيك هل المرأة الحامل تقدر تاخد انتيبيوتيك؟ ايه بتقدر ما في اي مانع طالما مش بطريقة زايدة انتيبيوتيك منه مشكلة للحمل. لو في التسوس كبير شوية هل نقدر يعني في 2 اوبشن هل نقدر نشيل السنة خالص ونخلص منها ولا نعمل اللي هو سحب العصب انهي اسهل؟ مش قصة أسهل بس إذا انتشر التسوس بطريقة ضعف السن بطل قوي لاستخدامه بالعلك وبالأشياء الطبيعية أفضل ينشال السن قبل ما ينكسر ينشال السن وينحط محله زراعة أسنان الإمبلانت. أوكي بالنسبة للحشو العصب يعني هل البروسيس بتاعته بتبقى قد إيه؟ يعني بتبتدي عبال from A to Z بتبتدي وتخلص قد ايه؟ سحب العصب روت كانال اللي هو
هل مثلا بنروح عند دكتور هي مره واحده وخلاص ولا بتبقى على بروسيس؟ اكثر شيء ساعة أو ساعة ونص مفروض سحب العصب بيتخلص ستارت تو فينيش اي تو زي. في حالات لما يكون في التهاب منتشر اكسترا وفي نزيف من السن بيتسكر السن وبينوصف انتبيارك وبيرجع بعد شي اسبوع ليكمل ويخلص سحب العصب. تفتكر دي ريكومند لما بنحط له حشو يعني بعد انا عارفه ان السنه بتكون مفتوحه من الاول وعلشان نقدر يبقى في اكسس ان احنا نقدر ندخل للعصب وتنظيف وكل الحاجات دي ويشيل كل البكتيريا اللي في السنه، نقدر نقفلها بكومبوزيت ولا او البلاستيك ماتيريال او ان احنا نقدر مثلا نحط لها تربوش بحيث ان احنا او اللي هو التلبيسه او الكراون زي ما بيقولوا نقدر نحطها بحيث ان هي تو بروتكت السنه كلها من اي تسوس يعني جاي بعد كده؟ اكيد اذا التسوس منتشر وضعف السن افضل هو افضل علاج هو التلبيس لانه بيحمي السن. بس اذا مثلا بالسن في مشكله بالعصب وما فيها التسوس الكبير او اذا في التهاب وما في ضعف من السن بينحشى بحشوه كومبوزيت اذا الحشوه صغيره وما بيخفف من قوه السن. فور الكراون كمان بيكون مدته زي مدة الفينير برضو ولا يعني بنفس الماتيريال بتاع البورسلين ولا بتبقى ديفرنت مختلفة؟ الكراون عادة لأنه أقسى وأقوى بضاين أكتر يعني أكتر مور سترونج سترونجر ونعطي عمر الكراون تقريبا 20 سنة. يعني لأنه المادة اللي بيستعملوها للكراون اسمه زيركونيا أو إي ماكس وفي ديفرنت سيراميكس أقوى من البورسلين عدسة البورسلين الفينير وهذا بضاين أكتر وأكيد مع التفريش والتنظيف العادي للأسنان ما بيتسوس السن بضاين. بتقعد مدته قد ايه؟ يخلي يعني بيبروتكت السنة مدته قد ايه مثلا 10 سنين 20 سنة؟ الكراون 15 لـ20 سنة. اوكي بتكون الانشورنس مقدر بيغطي حاجة منها ولا؟ عادة الانشورنس بيغطي اشي مثل سحب العصب كراونز حشوات اي شيء فيه مشاكل بالسنان الانشورنس تغطي حتى خلع السنان في انشورنس بتغطي الزراعة هالاشياء منا كوزماتيك تجميلية إلكتيف أكيد الانشورنس بتغطيها. إيه النوع يعني في ناس بيبقوا داخلين على أشغال معينة وبيحبوا إن هم بيبقى في نوعين من الانشورنس في البي بي أو وفي الاتش ام أو، إزاي إيه الأفضل في تغطية بالنسبة للأسنان في الأول طبعا أنهي أفضل وأنهي بيغطي أحلى؟ أنا عارفة أن في واحد فيهم أغلى شوية بس بيغطي حاجات كتير يعني بالإنشورنسز HMO والPPO الفرق أنه بالHMO في ليست الدكاترة بياخدوا هذا الإنشورنس لازم المريض يروح عند دكتور معين من هذا الليستة. بالبي بي او انشورنس المريض فيه يروح عند اي دكتور بيختاره هو بس الكفرج بيختلف يعني بالاتش ام او يمكن يغطوا 70 او 80% من البروسيجر والبي بي او يغطوا مثلا 50% من نفس البروسيجر هالفرق بيناتهم. اوكي بس البي بي او بيعطي المريض مجال يختار اي حكيم يعني احسن على الرغم ان هو شويه ليربيت برايسي يمكن اغلى شويه في الشهر بس هتنفع اكتر وهتغطي حاجات اكتر. اكيد مش كده؟ اوكي بالنسبه عايزه اتكلم على تقويم الاسنان يعني معرفش كل التينيجر دلوقتي عندهم الاسنان مش ستريت خالص، ايه رايك في تقويم؟ هل ليها انواع كتير ولا هو نوع واحد اللي احنا في نوعين تقويم هلا تقويم البريسز هو الحديد اللي بتشوفيه على التينيجرز عاده
هيدا بفضل للتينيجرز اللي عمرهم 12 13 سنة 15 سنة لأنه ثابت وما بينشال وبيشد الأسنان بطريقة معينة. الطريقة الثانية هو الانفيزلاين. الانفيزلاين هي القوالب الشفافة اللي راكب على السن بس بينشالوا كمان ما بتبين وعادة للكبار الأكبر من التينيجرز ما بيحبوا الحديد على أسنانه أو شكل هذا المنظر. فانفيزلاين هو excellent option لا يتشلس أسنان. كمان عندي فيديو تشوفي قبل وبعد التقويم باستخدام القوالب الشفافة الانفيزلاين. هذا قبل شوف الازدحام هذا البروجرام كيف لازم يتحركوا السنان وهذا بعد لا تغيير صراحة before after سو أحسن الأنواع دلوقتي اللي هي الانفيزلاين مش كده أحسن لأنها كلير ولما الواحد بيتكلم أو بيضحك ما بيبين وأنضف بتشيل القالب وتفرش أسنانك مثل العادي وتستخدم الخيط. لما يكون في braces والحديد بين الأسنان صعب دخل الخيط بين الأسنان وبتجمع الأكل حول الحديد بصير في higher risk للتسوس ولا أشياء مشاكل باللثة. طيب يا دكتور مرسي خالص على معلوماتك النهاردة بصراحة يعني أنت منور الاستوديو وشكرا جدا لأنك فعلا أخذنا معلومات منك تقريبا we covered كل أنواع الأسنان حشو وروت كنال وفينير وكل الحاجات دي ويا رب يعني نكون كل أعزائنا المشاهدين نكون كله تعلم ومرسي خالص وياريت نكون النهاردة كنا خفاف على قلبكم وادينا لكم معلومات حلوة. أهلا بكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله وأشوفكم في الحلقة الجاية. تصبحوا على خير.